مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه التفاعليه نشوف تيفي. غادي تراس شكيب بن موسى وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه نهائي كاس افريقيا للسيدات الى جانب 6 ديال الوزراء افارقه، بالاضافه الى حضور اعضاء الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا والاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف. نهائي كاس افريقيا لكره القدم النسويه يوم السبت القادم بملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط، وغادي يواجه المنتخب المغربي لكره القدم النسويه المنتخب الجنوب افريقي في نهائي كاس افريقيا للسيدات انطلاقا من الساعه 9 مساء على ارضيه ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط. وبلغ المنتخب المغربي نهائي المسابقه للمره الاولى في التاريخ ديالو بعد التفوق ديالو على نيجيريا بركلات الترجيح 4-5 بعد انتهاء الوقتين الاصليين والاضافي بنتيجه هدف لمثله، فحظ موفق لمنتخبنا النسوي. فهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، الى اللقاء.